أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شراء أو بيع ألعاب الأطفال على شكل الأسد أو التمساح ونحو ذلك؟ المعلوم أن صور ذات الأرواح التي لها ظل محرمة بالاتفاق، والمقصود التي لها ظل يعني التماثيل التي لو وضعتها لكان لها ظل، هذه محرمة بالاتفاق. صورة إنسان تمثال حرام، صورة أسد تمثال حرام، صورة ديك تمثال حرام، لكن هل تدخل لعب الأطفال في هذا التحريم؟ اختلف السلف والخلف في هذا، فمن السلف من رخص في هذا وذكروا آثارا في هذا، ومنهم من منع، والذي يظهر لي والله أعلم المنع وأنه لا يجوز. وما ورد من آثار بدءا من الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم، إنما يراد بها ما يشبهها في الصورة الذي يفعل. أدركنا هذا، البنت تأتي وتأتي بخشبة وتضع لها خشبة مثل اليدين وتلبسها كرتة، تلبسها فستان وتقول بنتي، تلعب بها. فهذا الذي يظهر والله أعلم أنه كان عند السلف، ليس تمثالا برأس ووجه وإنما على الهيئة، وإنما على الهيئة. فهذا الذي يظهر لي، ولذلك الذي أفتي به ويظهر لي والله أعلم أن التماثيل محرمة مطلقا ولو كانت في ألعاب الأطفال، هذا الذي يظهر لي. والمسألة خلافية، المسألة خلافية، وبناء عليه فإني على ما أراه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. طبعا هناك تماثيل يجوز شراؤها، وهي التي تشترى لتتلف. أذكر لكم لطيفة: في عام 1407 هجري سئل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله: البسكوت الذي على شكل دب، ظهرت في ذاك الوقت بسكوت على شكل دب، هل يجوز أكله؟ قال الشيخ: نعم. قالوا: يا شيخ تماثيل. قال: أكلك إنكار لها، لك تكسرها، فأنت إذا أكلتها كسرتها. نعم.